دراري دابا كتسمعوني؟ كنظن انكم كتسمعوني دراري دابا الصوت مزيان. اوكي تو يس اتس سكيب ات مينز سكيب يا اوكي سو يو كان ميك يور نمبر فون. اوكي يور نمبر فون. Stand up. Okay. Wait. Okay. I'm not a robot. Bravo. Okay. Stairs, huh? Yes. It's okay. Pretty. Password. Uh-huh. Okay. السلام عليكم الدراري، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما كنتش باغي ندير اللايف صراحة، ولكن ما قدرتش صراحة. أنا علاش درت هاد السطورة غير باش نعطيكم واحد النصيحة، نصيحة فهمتي أخوية. أي واحد عنده شي سؤال يسولو غادي نجاوب. كود فيريفيكيشن. اوكي بعد ذلك يتنى مسج سي دراري. بالنسبة لسيطامة دارت واحد لا كوريكسيون دراري، احسن كوريكسيون واحسن فرصة اللي تقدر تخليك انك تشري سيطامة بالناس. بالنسبة للناس اللي باقي ما داروش، اللي باقي ما شراوش السولد، باقي ما شراوش السيطامة، هاد لا كوريكسيون مزيانة لكم انتوما واش تقدروا تدخلوا لها. هادي حاجة. حاجة تانية بالنسبة لسيطامة الدراري، غدخل في هاد لا سيمين لجيتش اي او، وغدخل للبيت مارك، يعني جوج ديال الاكسشانج اللي هما كبار وبزاف. I deleted because of that. I didn't get any message. You have address mail? Sorry? Mail. Gmail. Yes, we have. So. But we can send up with what Gmail? Huh? Okay. Okay. لا خو شري شي عندك ما تشري فيها شنو تشري في شي بقى عندك بغيت نبدا نخدم ولا ما عرفتش نبيع شيبا ونشري سيطامة. أحسن حاجة تقدر دير أنك تبيع شيبا وتشري سيطامة حقاش دراري. بالنسبة ل دراري غنشرح لكم واحد الحاجة على سيطامة. دراري كل عملة كتكون عندها واحد الوالد ديد والد. هاد ديد والد شنو المعنى ديالها؟ دونك الناس ديال العملة شنو كيديروا؟ كيشدوا واحد البورسونتاج من العملة ديالهم ياك وكيحرقوها، يعني كيبرنيوها. بالنسبة للسيطامة فاش كتدخل وكتقلب على هذيك الوارد اللي حارقين فيها داكشي كتلقاهم حارقين 50% من العملة، 50% من السبلاي ديال سيطامة كاملة محروقة. دونك 50% اللي بقات الى دخلتي وكتشوف لي كونتراكت، يعني الناس اللي شادين ديك العمله. مثلا دابا انا الى صيبت عمله مثلا ياك، شنو كندير؟ كنشد واحد 50% من السبلاي ديالها كيكون عندي في الوالد ديالي انا. اما الناس ديال السيطامه ما دايرينش هادشي. الى دخلتي كتلقى اكثر واحد واخد، يلا واخد 1%، واحد واخد غير 1%. واخد غير 1% الدراري، دونك هما حارقين 55% ومخلين غير 1%. اي دي ذيس از يور اكاونت. ها اوكي اها سو يو نيد جاست ذيس ديتا جاست اوكي يو هاف نو نوت ناو Not necessary. I have to send Turkish lira and change to USDT. Okay. دراري مهم هذا صاحبي شو الدري صاحبي خدام في هذا القهوة ديما كنجلس معاه. مهم أول صيبت هو صيبت لي وارد ديالو في البنك وأنا غنصيفط له الصوت. I want to give you some USDT for make your just gifts. المهم الدراري كما قلت لكم
بالنسبه لسيطان الدراري راه ماركت سبلاي اللي بقات ب 50% كامله كاينه في المارشي باش يعني 15 دولار يموت. لا ما تموتش موش اخويا بالعكس ما غتموت ما والو I want to send you this data batch. Again, I give you my name, my number phone. السلام عليكم خي يوسف. السلام ورحمة الله. الصوت واضح يا. كنسمعك أخويا مزيان. الله يجازيك. المهم عندي شي أسئلة حتى تسالي معايا أخر نسقسي. مرحبا أخويا سولني. أنا كنت صيفط لك ميساج في بريفي على حساب واحد صاحبي عنده البنك بغى يصيفط لي السولد كتعطيه تما زيرو، يعني ما عرفتش هذه المشكلة هذا منين جا، مع العلم أنه عنده السولد. ما عرفتش واش شي مشكل عنده السولد، هو عنده السولد في البنك ولكن ملي كيبغي يعمل ترونسفير للوالد ديالي ما كتعطيهش. كتعطيه زيرو. يبغي يصيفطك السولد من الوالد ديالو الوالد ديالك. كتعطيه زيرو، ما عرفتش واش هذا المشكل واش من عنده ولا من عندي، مع العلم انه فيريفيا. اين ادريس؟ سمعتكش. اين ادريس مصيفط ليه انت؟ انت شنو صيفطتي لي باش يصيفط لك؟ صيفطت الادريس ديالي ديال الوالد ديال البنك. ديال البنك. هذا. والمشكل ما عرفتش واش من عنده ولا من عندي، مع العلم انه فيريفيا الحساب ديالو وانا عندي فيريفي. You can change English. English. دونك المشكل غيكون من عنده. المشكل غيكون من عنده هو. يعني عندك المشكل عنده هو. يعني واخا اجي فيريفيكاسيون عنده شي مشكل في هذا الشيء هذا، يعني ضروري يكون فيريفي وكذا. مشكل ما كاينش مشكل فيريفيكاسيون. هذاك ديك. اجي واخا سؤال الله يجازيك. واخا انا عايش في اسبانيا، لا بغيت دابا نحل المشكل ديال السولد كيفاش نعمل؟ غتشوف غتدخل البيلونس ياك غتحط فيها ديالك وغتشوف واش في اسبانيا كتقدر انك تشري السولد ولا لا. هكذاك يعني بكارت فيزا نورمال. كارت فيزا وتشوف واش خاصك تحطها تما وتسنى اكسبتيو لك الفيريفيكاسيون ديالها. بروفا صافي ديك الساعه تقدر تشري بها. شوف شي واحد ولكن رد عارف على حساب اسبانيا ما عندكش شي فكره على حساب واش هنا بحال المغرب ولا كذا، ما عندك شي فكره ولا من ناحيه التعامل؟ دابا التعامل شوف باش ما نكذبش عليك نقدر نقول لك مغاربه اللي شفاره فهمتيني بعد ما ديرك ديال المغرب ما عرفتش. حنا راه هنا خويا راه في المغرب يعني بيتو كيو بنادم كينصاب عليك كيدير لك ديالك قليل راه كنحبسوها بيتو كيو المغرب يسر مع القضيه هكذاك. اجي دابا من بينونس وتصيفط للبنك نورمال غادي خصني نعرف شي انا باقي مبتدئ. نورمال هكذاك واخا هادشي اللي كاين وسمح لنا وشكرا بزاف على التوضيح ديالك. USDT تركيش دابا USDT. I don't know. تراي لا كونكسيون شقيله بانت هنا. USDT. Deposit. Mm-hmm. Copy. Send me. Send me in WhatsApp. Okay. Your address. أنا بغيت نسولك بغيت نطلع. مرحبا أخويا فينك ها هو. طلعك أخويا. دراري تيش واحد مسولني على شي عملة حشاش It's okay. I want to send you this. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
سلام خويا، صعب الله خير. كونيكسيون. الدراري اللي باغي يصوت غير صيفط للدري، راه عليه شويه الضغط، صيفط ليه ميساج يوسف وام ان جي، راه غادي يحاول يصيفط لكم الصوت، صيفط لكم كامل الصوت. اي والله. السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يحفظك. كلشي بخير، هاني الامور. الله يكبر بك. دير مولك معايا اخويا يوسف. الله يلا بخير الله يحفظك. اخويا اش غادي نقول لك؟ الله يرحم الوالدين، هذه اول حاجة. مرحبا. شكرا بزاف. شكرا. شكرا بزاف. وهاد شكرا راه بالنيابة على ديال على أربعة ديال الدراري تنعرف. أربعة أوفا أربعة عايش مايش خلاص. آه خلاص بأربعة منهم لا عايش مايش. قولوا فين يطلعك سير؟ واش غادي نقول لك أخويا يوسف؟ الله يرحم الوالدين أخويا، الله يرحم الوالدين، وشكرا بزاف. راه من لا شيء، أعطيك غير أبسط مثال، راه من راه من 85 ل 5000 درهم أخي، من 85 دولار ل 5000 درهم. أنا عنده 500. آه من 85 دولار ل 5000 درهم. انت ايوا راه هرسنا بعد واحد المهم، راه مازال واحد الدوكا علي ان شاء الله. علي الدوكا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دراري باش نشرح لكم واحد الحاجه بالنسبه بزاف بزاف ديال الدراري ما كان عندهم فريمون والو، كاين اللي تسلف، كاين اللي كان مخبي شي بركه، فوالا شفت انا ندخل في سيطامه. الدراري راه جا عندي واحد السيكوريتي، واخا ما نقولش لكم هاد الهضره، حقاش حقاش انا في الليل كندخل كن يعني كنبدا نقرا في لي ميساج ديالكم بواحد بواحد، وكنشوف يعني الناس اللي فريمون محتاجه، واخا تهضر كما خصني نقولها ولكن ماشي مشكل. جا عندي واحد الولد الدراري خدام سيكوريتي في النهار كياخذ كي قال لي في الشهر كياخذ 2300 درهم. كنت بغيت نطلعه ولكن هو ما بغاش، كنت بغيت نطلعه هو ما بغاش. المهم صيفط لي شي بركه اللي كاين شحال هذه، يلاه قلت فوالا على سيطامه ودو معايا. دابا الدراري الصالير ديالو اللي عطاته سيطامه يعني اللي شحال واصل دابا مضروبه في السقف. تعطيه اكثر الصالير ديالو؟ اه تعطيه اكثر بصح. الصالير اكثر اخويا، انا باش نقول لك. وبزاف ديال الدراري هنا كاين اللي انفيستي ب 100 دولار، كاين اللي انفيستي ب 200 دولار، كاين اللي بدا ب 50 دولار. والله اخويا الا قلت لك الا بالنيابه ديال الدراري تنقول لك، النيابه ديال الدراري تنشكرك، تنشكرك انا بالنيابه ديالهم، وهما كذلك يطلعوا مع الله يقولوا لك نفس الهضره. راه ماشي، راه كاين بنادم اللي كما قلتي اللي تسلف 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 وحط في سيطامه والدوبلات ليه بواحد الشكل في شكل. راه ابسط مثال هي، راه كما قلت لك هي 85 دولار ولا دابا سميتو 500 دولار ومازال طالع. اخرى الدراري باش نشرح لكم واحد الحاجه باش تكونوا فاهمين. الدراري بلا ما تبقاو تخسروا فلوسكم في لي كوين، ما تبقاش تحط فلوسك في شي كوين اللي ما عارفهاش. دابا انا باش نقول لك سيطامه راه يمكن نعطيك دابا جوج اخرين، ولكن شنو غتضر؟ غتبقى حاط فيهم فلوسك راه غيطلعوا، ماشي ما يطلعوش، ولكن على مده. انا شنو كندير؟ كنحاول نعطيكم دوك لي كوين غتحط فيها واحد راس المال ديال 5000 درهم ولا 6000 درهم، ما غاتجيش نقول لك انا خرج. انا كنغارونتي لك انها غادي تكون عندك لو مينيموم واحد 6 المليون، يعني 6 المليون راه غتعيشك وغتوكلك وغتحل لك بزاف ديال المشاكل مده ديال شهرين وثلاث شهور. وما تجيش تكمل هاد الشهرين وثلاث شهور، غادي نعطيك واحده اخرى اللي بحالها بحال سيطامه. اتينا اخويا، اتينا اخرى اللي بحالها بحال سيطامه، وتا هي نفس الحاجه اتينا. وفاش غتطلع الانفيستيسمون ديالك دونك البروفيت ديالك غادي يكون طالع اكثر، يعني غادي تكون رابح اكثر. اكثر اكثر اكثر. عندك راس المال، عندك راس المال، درتي راس المال من السيطامه اللي غادخل به.
عندك راس المال ديال السيطامه باش تدخل به. بزاف ديال الدراري داروا واحد الغرض هما لانهم كاين فوا شافوا تيبيعوا اخويا تيبيعوا هما يبيعوا. عندك الحق عندك الحق تيبيعوا الدراري تيبيعوا الدراري تيبيعوا هذاك بلان خايب. الدراري راه غير الجيش اللي جامع انا دابا اللي هما نتوما الجيش اللي جمعت قادر ياثر على العمله الا خرج كل شيء قادر ياثر على العمله. عندك الحق اخي عندك الحق عندك لا ولكن راه ماشي في الصالح ديالكم نتوما تخرجوا راه ماشي في الصالح ديالكم حاليا دابا ماشي في الصالح ديال بنادم يخرج اخويا يوسف حاليا دابا ماشي في الصالح ديالك بالعكس دابا الدراري عندك واحد لوبورتينيتي اللي كبيره بزاف انها بعد شي هبطات خصك تشوف هاد الكوين شنو دات في السيمانه شحال طلعت في السيمانه دونك في السيمانه كامله السيمانه كامله طلعت ب 140 140% دارت كوركسيون ديال 15% راه سي نورمال واش انت واش هي طالعه ب 140% ما بغاتش دير كوركسيون علاش ما تهبطش ضروري 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 دونك الداري ما كاينلاش تخرج تنقول لك انا خرج هذاك هو المشكل هذاك هو المشكل البانيك هو دا ولتي تسمى البانيك اخي يوسف الهلع دا ولتي وقع دابا ونهار غنقول لك انا خرج فاش غادي نقول لك خرج غادي تخرج غير ب 50% وهذيك 50% ما تخرج بها غتكون مخرج منها راس المال ديالك والرباح فواضي وغتبقى خدام غير بفلوسهم غير فلوس سيطامه صح اخويا يوسف شوف الله يرحم لك الوالدين صراحة الله راه الله يرحم لك الوالدين راه شحال من واحد ما عرفش هذا البلان هذا دابا خصوصا الى سيطامه الدراري خصوصا الى انها مشات سيطامه مزيان يعني مشات مزيان الى مشات مزيان سيطامه راه تبقى يعني بحال اللي قلتي غتبقى ديما تلعبك في الفلوس ديما كتلعبك في الفلوس اخويا يوسف اخويا يوسف يا ربي تسهل اخويا يا ربي تسهل تلقى غير راس المال باش على الاقل ندخلوا معاك صحاحين مثل شي عمله بعدا نزلوا معاك بعدا شوف الا حطيتي انكا خي يوسف سميتو راه ماشي هي 100 ولا 50 اخويا يوسف فوالا نحتاج انفيستمون كبير الاول نحتاج واحد الانفيستمون كبير الاول كون متاكد انك راه يعني راه غتفاجئ العقل ديالك ما يبقاش يتقبل هذوك الارباح. راه بغيت نسولك على واحد السؤال اخويا انت غادي تجاوبنا عليه بغيت نسولك دابا شنو هي الشروط اللي خصها توفر دابا في سيطامه الا بغات تليستاف بينو نعم الشروط اللي خاصهم يتوفروا في سيطامه الا بغات تليستاف بينو شكون انا عاوتاني الدري كوين ام ال جي كتسمعني استاذ لاباس بخير كتسمعني نسمعك السلام يا خالد المهم انا دخلت للسيطامه ب 40 هذاك 40 دولار انا سير اخويا كمل زيد انا دخلت للسيطامه ب 40 دولار ودابا ولات عندي 150 وهذا الشيء مازال ما كملت 18 عام مازال ما كملتش 18 عام او باش واش يجمع لك الصولد ترى دوزت واحد يطرح واحد دوزت واحد فين باش نصيف لك الفلوس باش يدوز لي الصولد تاع 40 دولار اللي كنت شيت عليك الصولد ديك الساعه ب 40 دولار 400 درهم 400 درهم ولا تكذب 2000 درهم قلت لي 150 عرفتي راه عانيت باش نصيف لك الصولد والله راه ما عندي قد من 18 عام تمشي للسياس وترجعوا لي يقول لا ما تقدرش زعما ما تقدرش خويا ما كنفهم وما فهمناك شنو قلتي مي بون حنا سمعنا واحد السؤال اللي فريمون مهم بزاف ديكو غادي نجاوب عليه اللي غيتوفر في سيطامه الا بغات طلع معنا اخويا عصام الا غتليستاف بينونس باش تليستاف بينونس شنو هما الشروط اللي خصهم يتوفروا فيها تليستاف بينونس دونك حاليا سيطامه الا مشيتي للرويد ماب ديالهم حاطين بزاف ديال لي بروجي اللي خيال علمي في الكريبتو كارنسي وما بين حتى البارتنرشيب شفتهم ابار لي بارتنرشيب لو بروجي ديال سيطاماسك عرفتوا الدراري شنو هو لو بروجي ديال سيطاماسك انا نحاول نبسط لكم داك الشيء بالضبط الله يسهل عليك الله يسهل عليك هو هذا اللي بغيت نعرف سيطاماسك باش تفهموا وتعرفوا الدراري
البلان كيدير حيت حيت داكشي فريمون خطير بزاف. قبل ما تدوي لهم على البروجي ندخل لهم بعدا اشرح لهم البلان ديال فهمتي الدير بعدا الوالا شحال ماشيه ولي هولدر اللي فيها شحال من واحد. دراري اهم حاجه دراري بزاف الناس اللي مكلخين وتنشوفهم فريمون كنضحك عليهم حيت هذاك الاخ الدراري. انت ما عارفش ما عندكش الحق تهضر. شفت بزاف ديال لي كومونتير في لي جروب ديال فيسبوك تيقول لك واحد الوالت عندها 55% ديال سيطامه. هذيك الوالت راه البلاك هول ديال او ار 7 ديال الوالت هذيك راه مبورنيا ديك سيطامه راه مبورنيا. اكبر والت في سيطامه ما تتفوتش 2% اوكي. اكبر والت في سيطامه ما تتفوتش 2%. بنادم تيشوف ديك 55% ديال هولدر وما تيعرفش يقرا الوالت. الوالت سميتها بلاك وفي الاخر كاينه ديد والت هذيك راه مبورنيا محروقه 55% ديال سيطامه راه محروقه اوكي محروقه ما كايناش. المهم شحال مشى من التوتال سبلاي غادي يكون ماركت كاب غاتكليكو على الكونتراكت ديال سيطامه غاتخرج لكم في الايثر سكان غاتهبطوا الهولدر وغاتقراو ديك 55% راه ديد راه ماشي عند شي واحد ديد محروقه الدراري فهمتوني الدراري. وتشوف دوك لي كومونتير تشوف بنادم تيخرج في عينيه وتيقول بلي راه واحد عنده 55% ديال السيطامه هاد الهضره ما كايناش. كاين واحد عنده 1% غير 1% الدراري من السبلاي عنده 1% صافي اللي عنده. المهم الدراري انا نحاول البروجي ديال السيطاماسك حيت داك لو بروجي فريمون خيال علمي. الا مشات تابليكو مشات كتحط راه ماشي بينونس اللي غتدخل راه غتدخل روبينو راه شي حاجه كثار ماشي شي حاجه كثار ماشي باسوار وقع لها كما وقع الشيبه اليوم ياك روبينو. المهم الدراري هاد لابارتي نحاول نشرح للدراري هاد لابارتي سير اخويا باين هاد لابارتي هاد الدراري ديال الهولدر هاد لابارتي ديال الهولدر كل عمله عندها الهولدر ديالها اوكي. دابا الناس دخلوا لابارتي ديال الهولدر وبانت لهم ديك 55% وصاحبوا باللي كاينه شي والت عندها 55% يعني النص ديال السبلاي ديال العمله النص ديال الكميه ديال العمله عند واحد وهذا غلط. هذيك راه ماشي عند واحد هذيك راه ديد والت يعني ديك 55% راه مبورنيا اوكي. المهم الدراري نتمنى تكونوا فهمتوني شنو هي مبورنيا الدراري زعما تحرقات ما بقاتش في التوتال سبلاي تحرقات منها تحرقاش ما يمكن حتى شي واحد يساوي لي ياخذها دونك هذيك محروقه وي خويا الدراري انا تنحاول ندخل للسيت ديالهم باش ما نغلطش باش ما نغلطش نعطيكم داكشي كومي الفوق تحت زيد سيطا ماسك هادي خاصها تطلع الدراري واحد الدقيقه عافاكم باش نشرح لكم لو بروجي ديال سيطا ماسك. انت اخويا يوسف حتى بغيتي تهبطني يطلع شي واحد ومهم انا مزاوك تجاوبنا على السؤال اخويا يوسف انت من الاحسن ما طلعت شي واحد فهمتي باش الكونيكسيون تخفف وحنا نشرحوا لكم. سير اخويا سير اخويا يوسف الله يحفظك الله يحفظك اخويا شكرا. الدراري تنحاول ندخل للسيت ويب وما تيعطيش واحد دقيقه عفاكم. المهم انا عاقل على شي حاجه نتمنى ما نكونش غلط. المهم سيطا ماسك الدراري هي واحد البلاتفورم اللي غيكون فيها تريدين ديال ديفاي توكن. ديفاي توكن تنعنيو به التوكن اللي باقي ما داخلينش الاكستشانج يعني يلاه بعدين اوكي. وغتكون فيها اون اوتر بارتي ديال فيزا كارد يمكن لك تشري اي توكن بالفيزا كوال. الدراري واش كتفهموا هادشي اللي كنقول حيت هادشي راه شي حاجه بزاف اوكي. وغتكون الان اف تي الناس اللي ما عارفينش الان اف تي هما واحد اي حاجه ارتستيك مثلا اوديو مثلا تصويره مثلا المهم اي حاجه ارتستيك اغنيه اي حاجه تيمكن لك تحطها في البلوك تشين وتيمكن لك تبيعها. دونك غيكون تريدين ديال الان اف تي في هذا السايت ماسك اوكي. وحاجه اخرى هو غادي يديروا شوب ديال الجودز ديال لي برودوي شوب ديال لي برودوي اللي يمكن لك تخلص به بسيطامه بحال الشكل ديال اي باي بحال الشكل ديال امازون. دونك لو بروجي هاد لو بروجي الدراري راه انا شخصيا ما شفتش بحالو في الكريبتو. منين قريت على داكشي فريمون داكشي واعر. وكاين واحد لوفينمون امتى
13 نوفمبر كاين واحد ليفينمون الدراري الناس ديال سيطامه غيمشيو وغيقلبوا على دي زانفيستيسور جداد باش يجيبوهم وباش يدعموا هذا لو بروجي ديال الاخوان اللي ما فهمش شي حاجه راه بشويه بشويه انا راه حاولت دويت فواحد الليفل ديال الناس اللي كاينين في الدومين فهمتوني الناس اللي ديجا داخلين الدومين هما اللي غيفهموني اما الناس اللي باقين جداد راه بشويه بشويه ان شاء الله غادي تفهموا هذا الشيء كامل اوكي ما قالكش غير خط الديزاين ديالك بيان سور تقدر تحط ديزاين ديالك ولكن الديزاين خاصو استوار راه ماشي تتسمع ان اف تي دابا هذا الشيء اللي كيروجوا الناس وهذا الشيء غلط تتسمع ان اف تي تتقول اوكي راه الان اف تي راه غنمشي ندير ديزاين ونحطه في بلوكشين غيتباع راه ما كيعرفوا حتى واحد الصاد اوكي ان اف تي خاصها تكون عنده استوار انا نعطيكم واحد الان اف تي تباع ب 74 مليون دولار اشنا هي الاستوار ديالو هو واحد السيد كينوض كل صباح كيدير واحد ديزاين بالطابليت نتوما عارفين ديزاين ديال الطابليت تياخذ واحد 3 السوايع باش قاد واحد ديزاين تيدير داك الديزاين لمده عام يعني 365 نهار هو تيدير داك الديزاين تينقص 6 السوايع من حياته وتيدير داك الديزاين اوكي ملي سالا داك العام ولا ما عرفتش عامين ما عقلتش مزيان حط ان اف تي دونك هاد السيد عنده استوار دونك داكشي اللي دارو سي انورمال ملي حطوا ان اف تي حط واحد في السوبلاي تباع ب 74 مليون دولار بحال شي لوحه الدراري بحال شي لوحه كترسمها وكتحطها عتقول لي كيفاش هذاك الان اف تي اللي تباع وانا نقد ناخذ بي ان جي فورما ديال بي ان جي وغادي ناخذها لا سا مارش با الدراري حيت داك الان اف تي فيه واحد في السوبلاي وكاين عنده والت وحده اوكي كاين عنده والت وحده دونك الوالت اللي شراتها معروفه بحال دابا الا جبت لكم الدراري لوحه ديال الموناليزا راه كاينه لوحه ديال الموناليزا فري وكاينه لوحه ديال الموناليزا مدرحه ما تقدش تفرق بيناتهم ولكن معروفه بلي ديك الموناليزا راه هي اللي فري وديك الموناليزا هي اللي مدرحه خويا باش تبدا ساهل غادي تاخذ الصود وغاتانفيستي في داكشي اللي غايقول لك يوسف دراري انا راه ماشي اكسبير كثر من يوسف هاد الدومين انا غير تندير دي ريغوشيرش وكنحاول نعاونو على هاد لي ريغوشيرش هادو اوكي يعني انا راه ماشي اكسبير نجي نقول لك دخل فادي ودخل فادي انا هادشي ما كنعرفش ليه حاولت نشرح لكم غير داكشي اللي فاهم من سيطام مزيان اخويا مزيان سيطامه مازال فيها ما يدار مازال شنو باش تقول لي انا ماسك على شيبه سولو قالوا لي واش انت مولد في شيبه قول لهم نو شوف كيسيون دو ماركتينغ صافي راه باغي يهبط هو باش يسرع المهم الدراري نخليكم تهلاو في راسكم نتمنى نكون فدتكم في كل ما يتعلق بالان اف تي والبروجي ديال سيطاماس نتمنى الدراري تكون وصلاتكم الفكره ديالي وهذا الشيء اللي كاين غنخلي معكم با يوسف وتهلاو في راسكم الدراري والله يوفق الجميع والله يسهل على الجميع السلام عليكم المهم الدراري كنت انكم فهمتوا بالنسبه للسيطامه كيفاش هذا خويا دار عبد الله معنا واحد الانفستيسور اللي فريمون كبير بزاف واحد السيد وصفت لهاني السلام عليكم بو يوسف كده بس عليك صحه افرح حتى شوف سيطامه والهواء طلق ماشي بخير طيب بخير الله يحفظك الله يحفظك اش كتعاود دير الدعوه مزيان الحمد لله والله الحمد لله وانش الله يحفظك الله يحفظك عرفت سميتي بعدا ولا لا عرفتك عرفت
عرفتك انت اللي مون ديال معاك اي معلم وصيفت لك انا انت ديك اربعاك صيفت لك انا شخصيا اي اربعاك اربعاك رجعتها عشراك عشراك شي لعيب ولا دابا عشراك لا شحال كانت قبل ما تقبل ما دير الكوريكسيون راه طلعت 12 شي حاجه ولكن بقيت كنلعب كنشري كناخذ 50% ياك فيما كتبان ليا هبطات بواحد 002 كنبيع عاوتاني كنشري عاوتاني كنبيع كنشري كن قلتي شوف فهمت دابا بحال بحالك انت كتري دي فيها فهادشي المهم ماشي لا لا موانتي دابا ان فوا دوبلات وليو باش انني نخرج هذيك الربعه بقيت كنلعب بهذيك الربعه فهمتيني ولا من الاحسن ها انت دابا بالنسبه لهاد العمله هادشي اللي درتي انت ما خدامش لا نقولك كل ما كل ما البروفيت هو كينقص فهمت دونك تركتي داخل بربعه بحال لا قلتي لا دابا انا شنو دابا فاش كنبغي نتريدي بهذيك الربعه اللي سميتو بحال قلتي كندوبلي لا كونتيتي ديالها كتزاد بحال كتبيع وعاد فهمتيني اون فوا هذه استراتيجيه لي انت زوينه كتبيع وكتسنى تهبط باش تشري عاوتاني تشري فرخه دونك البلان اللي بغيتي نقول لك انا تقدر انك دابا من مورا هاد لا كوريكسيون اللي درتي بحال ما كذا غتقول تقدر تخرج مثلا 3 ولا 4 ثلاثة ولا أربعة كتخرجها من فوق تخرجها فقاش تطلع ما تبقاش هبط اشنو غيطرى لك غتولي شي كتولي كتسنى فيها حتى تطلع وبنادم راه ضرب الضربه ديالو الا صافي ديك الساعه ما بقاش هادشي اللي دابا الخدمه خديتها دابا غير حبسها ديك صافي داكشي اللي دابا غير خليها هذاك الشيء اللي كاين خليها روح لك المينيموم 41 كا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندك في جيبك غتشد واحد الدوكا غتخرجها وغتصدق وقول الله يرحم الوالدين هذاك الشيء ليك الله يرحم الوالدين حبيبي فهمتيني هذا الشيء اللي كاين دراري راه هاد السيد راه تفكرت مزيان هاد السيد هذا داك الولد اللي انا عطيتو 300 دولار هاد السيد هو شرى مع عندنا هكا و100 دولار عطاها لذاك الولد يلا تفكرت هذا هو اللي عطاه يسال 100 دولار يسال هذاك الدري يسال دكتور يسال درويش طريف ونيا مسكين لا درويش لا شوف الدراري زوينين باينين بين مسكين فاش طلع في اللايف معاك باش عجبني كيسول بواحد النيه باغي يعرف باغي يفهم باغي يبدا باغي فهمتيني ولا الخيبيه شي واحد اللي كتلقاه فيه الفهمه بزاف وما كيدير والو فهمتيني ولا وهنا كنقول كاع الدراري بداو ديروا لاكسيو صاحبي ديروا لاكس تبقاش ناعس تبقاش كتشوف بنادم كيضرب الصرف وانت يا راه خير هذا هو المشكل دراري راه دراري فهمتي بروفيتي وجاتكم فرصه حتى لعندكم يوسف الله يعمرها دار بارطاجا معكم شي حاجه اللي كيدخل منها هو العاخر فهمتيني جات عندكم فرصه حتى بين يديكم فهمتيني طحتوا بين الناس كيبارطاجي معكم واخدم على راسك انفيستي ب 100 200 دراري انا ما خاسر والو في هادشي باش شي اللي كاين راه ما عندك تربح حتى تاي فهمتيني ولا انت يقولوا الله يرحم والدين ويكونوا رجال ويخدموا حتى هما على راسهم المهم الدراري اش نقول لكم خدموا الدراري على راسكم وركوا الدراري خدموا على راسكم الفرصه تجي بين يديكم حظوا من الدراري غادي يقدر انه يصوفي بزاف ديال الدراري اللي كتقرا على والو كاين بزاف دراري والديهم محتاجين راكم عارفين ما مساعدهاش دونك في العود انك تمشي تشد الفلوس تضيع فيهم في بلاصه اخرى اللي ما غاديش يفيدك حتى شي حاجه اشدوك فلوس انفيستيهم وغتصبر شويه غير تبعني شنو كنقول وانا كنغارونتي لك باللي راه غادي توصل ان شاء الله غتبدا ب 1000 درهم 2000 درهم انا كنغارونتي لك ان اي عمله غنقول لك تدخل ليها غتلوح لك المينيموم مليون اي عمله ب 1000 درهم غتلوح لك مليون هادشي دراري هادشي ما كاينش وحتى شي واحد ما غادي يقولوا لك وحتى شي واحد ما غادي يبغي لك الخير وانا كنشوف بزاف ديال الدراري كيطلعوا كيديروا لايف عليا انا نصاب علينا انا فهمتيني وهما براسو ما يتفروش اليوم اليوم اللي راح ندير ستوري على الانفستيسمون ديال سيطامه هما اللي كانوا كيقول لك فوالا راه خونا هادي وهادي ولاو هما داخلين ليها بنادم ما
دير والو خاصو ضروري داري. وهاد الدومين يعني مثلا السير ديال سيطامة كاين بزاف راه كلها. انا ماشي نقول لك يومين كتلاح وحده بحال سيطامة هادي راه ما يمكنش يعني باش واحد العمله دير بحال هاد النجاح صعيبه شويه. ولكن راه كاينين الدراري عرفت غتسالي سيطامة عندكم تصاحبوا صافي راه انفو غتسالي سيطامة. انا ساليت انا راه ما مساليش الدراري راه غتسالي سيطامة الدراري وانا معكم بلس. عطينا فكرة على شي البروجي ديال بلس شي. شوف باش ما نكذبش عليك دابا خفت نقول لك شي حاجة بلاد شي فكرة غادي يخسر فلوس. وانا نقول لك الخدمة ديالي كيفاش كنخدمها فهمتي انا كيفاش كنخدم باش ما نكذبش عليك. انا اكسبير الحمد لله فهمتي ما نقولش لك هذو بالله ما قولش انا ولكن فهمتي داك العلم اللي عطاني الله سبحانه وتعالى كنبارطاجي معكم. هذه اول حاجة الدراري فهمتوني حقاش انا ما خاسر والو. انا اللي كيهمني هو الكوفيد بالرجوله. انا بغيت نصوف ولاد الشعب فهمتي حقاش لاسوسياسيون اللي عشتها انا حتى انا ما تزاديتش الدراري عندي والدي لاباس عليهم ولا شي حاجه حتى انا راه انا فقير الدراري بديت من والو. ولكن دونك بغيتكم حتى تكونوا توصلوا الدراري ولكن باش توصلوا غير تبعوا الهضره. انا غتشوفوا مني غير الخير الدراري فهمتوني. انا غتشوفوا مني غير الخير عمري ندير لك شي حاجه ما علينا الدراري. بالنسبه لك كما قلت لكم انا الخدمه ديالي كيفاش دايره انا عندي شي خدامه شي ما الدراري كنخلصها بفلوسي. ما كنقولش شي واحد عمك لكم خلصوني بفورماسيون باش نخلص التيم ولا شي حاجه لا الدراري شي كنخلصها انا عندي دي جروب في اي بي كنخلصهم بفلوسي. ولكن داكشي اللي كنخلص ولي زانفورماسيون اللي كنجيب انا فلا انا باش ملي قلت لك انا الانفيستمون ديالي في سيطامه ولا الانفيستمون ديالي في ديكوين الا كان الناس كيضربوا $2 million فهمتي. دونك انا محتاج واحد الدراري انا لوجيكتيف ديالي من هنا ندير وانا نسوفي الدراري نسوفي اللي بنادم نيتو صافيه واللي باغي يوصل اي واحد باغي يوصل انا معاه اقسم لكم بالله الدراري انا معاه انا نزيدو اللي باغي نزيدو ما عنديش مشكل صافي بنادم يبغي يخدم. دونك الدراري انا شنو كندير خدام على دي كوين انا كندير كنشد واحد 10 ديال لي كوين مع التيم ديالي وكنديروا لها دراسه نقولك دراسه ماشي كندخل لك الكوين ماركت كاب ديالها وشحال في بلاي هادشي نورمال تقدر اي واحد يديرو. حنا كنديرو دراسه في العمق عشان عندي دراري البروجي ديالهم عندي دراري في ميت دراري في بزاف ديال البلدان مو معانا. دونك حنا كنشدو 10 في الاخر كنخرجوا بجوج ولا ثلاثه جوج ديال اللي كنا ولا ثلاثه كنختاروا وحده الدراري اللي هي كنبارطاجيوها معاكم. ولكن باش نختار انا وحده نقول لك دخل فيها وكنخرج عينيه كنخرج عيني وكنقول لك تدخل في سيطره ما تضيق الوقت عرفني انا ما كنقولش نخاوي باش نقول لك اخويا دخل في سيطره يعني كنعطيك شي حاجه اللي انا متاكد منها فهمتي الضامن هو الله سبحانه وتعالى فهمتي الضامن هو الله ماشي قران منزل حاجه الدراري الضامن. ولكن راه ما كنجي وكنقول لك دير شي حاجه الا كنكون انا متاكد منها ودخلت لها انا الاول دخلت لها الاول الدراري كيبان لي انا الرباح كيبان لي انا الاول الرباح هذا اللي حالك ولا خسرت انا من اللي حاشلك ما عنديش مشكله الدراري نخسر انا وما تخسروش نتوما حقاش كاين بزاف ديال الدراري هنا فريمون محتاجين وما نديك 1000 درهم ما يخسروا 2000 درهم زايده فيه دونك ما انا ما بغيتش تخسر وخدام لك على الكره الدراري خدام لكم واحد الكور لي زوين كنحاول نبسط فيه كل شيء. حاجه واحده نطلب منكم هي انكم الدراري تخدموا نتوما تجمعوا راسكم من الخدمه الدراري في عمر 23 عام بالنسبه للدراري اللي ما عارفينش شحال في عمري في عمري 23 عام الدراري باقي صغير المهم باقي صغير بزاف ولكن الدراري في عمري 41 عام برك الدراري في عمري ولكن انا الدراري فهمت المعنى ديال الحياه وانا باقي صغير عرفت بلي الا ما دمرتيش عليها حتى شي واحد ما غيجي يعيط عليك فابور يقول لك هاك غيجيب لك الفم الا ما جبتيهاش انت لفمك ما كاينش اللي غادي يجيب لك الفمك. دونك نوض الصاد تخدم على راسك كون راجل نسى لي هذاك تخرج تاع الدور داكشي كامل غيجي من بعد. خاصك تقول الدراري كما كنقول انا كنقول انا 4 سنين 5 سنين غتلقاني واحد ليخت داخل البحر ومريح اونكيل وخدمتي ديال دابا هي اللي تخدم عليا من بعد. دونك الدارس نتوما هذا كيف ما انا ردني مليونير لا
ارشي ملياردير تنتي يقدر يردك مليونير بحال هاد السيد ها هو اللي طالع معنا دابا او ام في سي بربعاكا. انا كنقول ليه بلي ما غاديش يبقى عندك غير ربعاكا. ديتي بربعاكا شحال دابا؟ سيمانه واخد 6 مليون الدراري. سيمانه واخد 6 مليون 6 مليون في سيمانه. دونك انت عندك ربعاكا ونقول لك دابا انت فاش غتكبر بحال اللي قلنا كيفات لي الهضره تاع الصبت الدراري راس فاش البال ديالك غادي يكبر انت تدخل بانكا وتدخل بدوكا وتدخل بترواكا غتولي جبال لك الوالد ديالك في كل 10% باش كطلع ولا في كل 20% كطلع زاد المليون بجوج. فهمتونا الدراري؟ دابا انا دخلتي ب 100 200 فاش كتدخل ب 100 200 ما كيبانش لك الانفيستيسمون، ما كيبانش لك البينيفيس طالع، فهمتيني ولا؟ دونك فاش كتانفيستي تقريبا 4K 1K 2K كيبان لك الرباح، كيبان لك عملة فاش كتداري هذه كتطلع ب 10% 15% كيبان لك الرباح. هو المهم الدراري هادشي اللي واو واش نقول لك الدراري مون ديال 20K ولكن في شهرين برونوفلي شحال هذيك؟ برونوفلي باش ما يبقاش يقولوا فوتوشوب. برونوفلي فوتوشوب قال لك شحال هذيك؟ 24 مليون 400. تبارك الله تبارك الله، الله يسخر سيدي، الله يسهل الامور. واحد كيديو معك في لايف غير في عمله واحده، هذه غير عمله واحده 420 مليون. واش كتظن انه محتاج لك؟ لا داخل ب 20 واش كتظن؟ واش كتظن الدراري انه محتاج لك؟ محتاج لك والله ما محتاج لك انت الصعب، اقسم لكم بالله الداري ما محتاج لكم حتى واحد. يا الله كنحلفكم فمي بالله ما محتاج لكم. واحد كيوريك فوات 400 مليون في عمله واحده، الدراري في عمله واحده 400 مليون في عمله واحده ما محتاج حتى شي واحد. هذا كيدل، لا اللي كان كيدل الدراري على حاجه واحده، كيدل على حاجه نوض تخدم، نوض تكون راجل، نوض تخدم باش تصوفي راسك وتصوفي والديك، باش تحقق الاحلام ديالك، باش تقدر تمشي فيما بغيتي وتاكل اللي بغيتي وتلبس اللي بغيتي وتركب في اي حديده بغيتي تمنيتيها باش تشري صندار. يعني باش انكم الدراري باش تصوفي راسك كون راجل ونتخدم. انا ما طلبناش، حنا ما طالبين منك والو، حنا بغيناك تخدم ودعوه الوالدين، حنا بهذا الشيء كافينا تافين الدراري. اقسم لكم بالله الدراري نبارطاجيو معكم دي والج مين عاد شي واحد، والله ماشي واحد يجي الناس، ولكن الدراري حنا هذا الشيء كنوريه لكم غير موتيفاسيون. المهم الدراري راه هذا الشيء اللي كاين، نوض تخدموا على راسكم الدراري. الدراري تبارك الله عليكم وراكم في الطوب، وبارطاجيو بارطاجيو. خمسه التقسيم الدراري ولي يلاه تبارك الله عليك اخويا راك كاين. الله يحفظك باي ام زين معلم، انا راني واخد الفورماسيون ديالك ديال الايوا اخويا مرحبا دراري. الله يحفظك بغينا نسيت دراري جيف واي، قلت لكم غندير لكم على الجيف واي، غندير لكم دابا على الجيف واي ودي اخدم حنا نربحوك اخدم، غندير لكم دابا على الجيف واي وغنمشي. المهم الدراري بالنسبه للجيف واي شنو غادي نديرو؟ اي واحد فيكم الدراري غادي يحط ستوري ديال البروفيل ديالي ديال كريبتو ام ان جي، يحطو ستوري عنده ياك، والبوست الاخر اللي حقاش غنلوح لكم بوست غدخل غدير لي جادور وطاقي ثلاثه صحابك وغدير ستوري عندك طاقي كريبتو ام ان جي، والناس اللي غادي يديروا هاد الشيء هما اللي غادي ريبوستيهم عندي، اللي غادي ريبوستيهم عندي في البروفيل ياك. وغدا لايف، غدا ان شاء الله لايف، وديك الساعه غادي نربح. المهم الساعه غادي نربح، باش تكونوا باش نكونوا واضحين الدراري، راه الا طاقي شي جوج دراري انا ما غاديش نربح، عرفتي؟ عندي تيم عندنا الدراري اللي مقابلين داكشي
ونقدروا ما نربحوش غير واحد. دونك الدراري سهله، غدير ستوري وغطاكي كريبتو ام ان جي وغلوح لكم البوست، غادي يلوح لكم البوست اللي غادي تطاقي فيه ثلاثه صحابك. دونك غدير ستوري وغطاكي صحابك سبورت وقتها غادي غادي نربحوكم. المهم غتربحو الدولار، غتربحو الدولار الدراري، هادشي اللي كاين. المهم انك غتربح الدولار. شحال اللي ما بغاش، شحال غتربح الله اعلم، احنا ما عارفين شحال غتربح، ولكن غدغط، ولكن غدغط غادي تعرف شحال غتربح. اي واحد غيربح غادي نصيفطوها لايف، نمشي غادي نصيفطو داكشي لايف، يعني غيصيفطنا الوالد ديالو في كومونتير غنكوبيو غادي نصيفطو ليه، نصيفطو له داكشي لايف. دراري عندي ما بغيتش. شوفوا الدراري مع الوقت راه اون فوا لاباج كتكبر غي شويه كيربحوا، باغيين يربحوا ثلاثه، شويه غيربحوا 10، شويه غيربحوا 100، غنطور ما عندناش مشكل. اخدم واخدم وانا راجل وراك لي دراري. وبالنسبه للجيف واي غادي نشرح لكم في ستوري ونقول لكم شنو غديروا. شكرا بزاف وتهلاو ليا فراسكم، وشكرا لك انت اخويا وتهلا على الله تهلا ليا فراسك. شكرا بزاف، بارك عليكم الدراري، تحياتي تحياتي.